شلون تسوي ارخص بيس بدائي بلعبه روست بستون وسكراب فقط. وهسه تعالوا خلنا نتعلم. اول شيء تحتاج 3300 ستون و80 سكراب فقط. بعد ما تجمعهم تروح للاوت بوست تشتري 250 حديد ب 25 سكراب، والباقي ما السكراب تشتري بي ستون الف. حتسالون زين عندك ستون ليش اشتريت؟ اهدى هسه راح افهمك. وبكل 150 ستون تقدر تجيب 500 خشب، فراح نحول الستون اللي اشتريناه الى خشب. تسوي خشب 2000 بس، باب حديد، قفل حديدي، تي سي، بلدنج بلان وهامر وصندوق، وابني البيس بهذا الشكل. بعدها طور البيس ستون. وهش تكون سويت بيس بدائي باقل موارد ممكنه. وهسه راح اعلمك